مليونية أواني الطبخ ثورة في فنزويلا. في دولة فنزويلا الشقيقة اللي احنا عارفينها كويس جدا لأسباب كتيرة، إن هم ياما وقفوا مع القضية الفلسطينية وقفوا مع قضايانا، وكان في رئيس حفيظ مشهور جدا في العالم العربي قبل كده، لكن فنزويلا للأسف واتكلمنا قبل كده بتعاني وضع صعب جدا ممكن تنهار تماما دولة فنزويلا. فنزويلا دخلها كل أكل عيشها من البترول، والبترول نزل فأكل عيشها انتهى، فالبلد ديت بقى وضعها صعب جدا. تخيل البلد اللي عندها أكبر احتياطي نفط في العالم، البلد اللي عايمة على بترول تواجه الجوع. دلوقتي محلات البقالة بتتسرق، المواد الغذائية مش موجودة، المواد الأساسية مش موجودة، مفيش دولار عشان يستوردوا دواء، فمفيش دواء موجود. الناس بتعاني في البلد النفطي الغني ده معاناة مذهلة. اللي على الحدود بيهربوا للدولة اللي جنبهم، لكن اللي جوه البلد بعاد عن الحدود كل شوية مظاهرات. المعارضة نجحت ضد الرئيس مادو، الرئيس الحالي، رئيس مادورا هو الرئيس الحالي لفنزويلا، إنما المعارضة نجحت تعمل مليونية ضد الرئيس الفنزويلي. الرئيس مصر إن هو يبقى لأنه عنده قيم ثورية يسارية، مصر يكمل فيها، إنما المعارضة بتقول إن البلد هتروح إلى طريق مسدود، ينبغي إسقاط رئيس فنزويلا. ديون فنزويلا 120 مليار دولار، رقم خرافي. القسط السنوي بتاع الديون 7 مليار. فنزويلا ما عندهاش فلوس تدفع ال 7 مليار. لو ما قدرتش هيتم إعلان إفلاس فنزويلا. فالبلد دلوقتي لا عندها احتياطي ولا عندها تدفع الدين ولا قادرة تاخد دين مرة أخرى، وبقت في منطقة صعبة للغاية. لما الرئيس راح عشان يعمل شوية شعبية في مشروع سكني لمحدود الدخل معمول في مدينة صغيرة جوه فنزويلا، فلما راح فوجئ الرئيس، ودي أول مرة في العالم إن رئيس جمهورية يروح يزور مدينة لافتتاح مشروع سكني بالطريقة البسيطة دي بدون حراسات كبيرة. فالأهالي كلهم خرجوا على الرئيس وقالوا كلام صعب جدا في مواجهة الرئيس، ومسكوا الأواني من المنزل، اللي ماسك معلقة واللي ماسك شوكة واللي ماسك حلة، وبعدين بقى يخبطوا عليها كلهم وهجموا الرئيس. وبعدين الأهالي أو الشعب اللي موجود في هذه المنطقة طارد الرئيس، فالرئيس مشي جريا على الأقدام من الجموع الغاضبة اللي بتنادي بإسقاط الرئيس الفنزويلي. وقدر أحد الأشخاص أن يلتقط بالموبايل، هنلاقي الفيديو مش واضح قوي، إنما هتلاقوا الشخص اللي بيجري في الأول في المقدمة هو ده رئيس فنزويلا، وهذا المقطع الفيديو أدى إلى سجن صاحبه، وأصبح حديث العالم كيف أن الجماهير الغاضبة لم تتمالك أعصابها، وكيف طردت الرئيس رغم أنه جاء لافتتاح مشروع يخص الفقراء. فنزويلا في خطر، وقد تواجه سقوط الدولة في عام 2016. فنزويلا صديقتنا في أمريكا اللاتينية في خطر.